بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما هو معلوم قد تم اليوم تشكيل المجلس الجماعي لجماعة دير الزهران. صراحة التشكيلة اللي تمت احنا غير راضيين على هذه التشكيلة، مع العلم على أن ما تمت فيها مشاورات مسبقة، ولكن نزولا عند مصلحة الحزبية اضطرينا باش نمشوا مع الأغلبية ومع الحزب ومع مصلحة الحزب. أما بالنسبة للتشكيلة، التشكيلة غير راضين على التشكيلة اللي مرت بها. والسلام عليكم. مر تشكيل مجلس الجماعي لبير الزهران عشية هذا اليوم في جو يسوده التفاهم والديمقراطية، وعبروا الأعضاء بكل شفافية وبكل نزاهة عن اختيارهم لا لرئيس المجلس ولا لنوابه ولا لكاتب المجلس ولا لنائبي. إذا مر الكل راضي، سواء اللي رابح ولا اللي خاسر، في لأنه شاهد عن قرب الديمقراطية الشفافة واختيار من طبيعة الحال الأعضاء للشخص اللي يشوفه أنه مناسب. وأنا نعتبر على أن ما هناك خاسر، لأنه الكل شاء في إطار شفاف في إطار ديمقراطي، والمعركة السياسية هي لابد من يكون فيها غالب ومغلوب. وشكراً.